حياتك قبل ما تروح سيرتك. أنا في حي عدن. نعم. حدثتك أخوانك لو بعد. إيه حدثنا إيه حدثنا من العام الأول. يعني من قبل الانتخابات مال مجلس النواب جددناه هي جاهزه. يعني كل الاغلبيه حاثين وعندهم جاهزه الناس يعني؟ ايه والله الاغلبيه حدثوا اكو ما يعني ما كان حدث يطيق يحدثها جديد يعني يعملها بطاقه الانتخاب. هسه اكو اقبال يعني تحديث ايش رايك بهي العمليه؟ والله لازم كل مواطن يحدث البطاقه ماله لان هذا يكسب بها صوت اللواء تمام؟ يعني أنت متحدث البطاقة مالتك تحدثها جديدة تشارك بالعملية الانتخابية يعني لازم المواطنين يعني يجون على الانتخابات بشكل كبير حتى في سبيل تنجح العملية الانتخابية ونختار ناس أكفاء جدد لخدمة المدينة وأهل المدينة تحقيق طموحاتنا بالخدمات التعيينات الخدمات يعني كثير امور حتى للمدينه. محدثه فاهم عندي قديم. من زمان اي قديم. يعني صار انه الاغلب اهالي مدينه مخ محدثه والله تقريبا هكذا. مسلمه باعتبارك. مسلمه كامله يعني موجودين موجودين. بصراحه بصراحه في النواحي اكثر من المسلمين. طبعا هناك اكو تكدس عندهم بالاشياء هاي القضيه هاي فلازم يصير عندهم اكثر تزخم بالوضع مالهم. الكل يا ما صوروا وما شاركوا بالانتخابات ما حتنعكس على المدينه؟ طبعا سلبيا شلون؟ تنعكس سلبيا على الموصل. بس انت من الاصدقاء من الاقرباء والله انصحهم يعني يروحون يكملون البطاقه مالتهم ويرفعون اسم الموصل يعني على الاقل شويه ها يصير تقدم بالموصل اكثر واكثر يعني. انا هسه بحي الاعلام. ايه حدثتكم ما حدثت؟ والله انا حدثته قبل سنه ولحد ما طلعت بس بالايمن حدثتوها بالايمن منتصف الصارق بن زياد فاعطيتوها قبل سنه يعني اعطيتوها البطاقه هذه لحد ما استلمتوها كل ما راجع يقول بعد ما جيت كل ما راجع يقول بعد ما جيت. هسه النقل موجود؟ نعم. من منطقه الى منطقه؟ نعم. هذا ما راح يسهل عليكم؟ بلش شو ما يسهل؟ بلش سهل شو ما يسهل؟ انا بالايسر واروح على اليمن زحمه. من زمان انا محدد. انت باي منطقه؟ انا منطقه رجم حديد. جنب اليمن. شوف العمليه التحديد مقبوله لو ما مقبوله؟ مقبوله عادي. مفتوحه شغلت التحديد. يعني اكو اي نعم. المشاركة ضرورية بالنسبة لنينوى؟ نعم 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 لازم نشارك بالانتخابات اريد شيء يعني تطوير المدينة تطوير مدينة الموصل يعني من كل الشغلات رسالة الأصدقاء أقاربك اللي ما حدث اللي ما نفى والله والله أنصحه يحدد لأن هي هاي مشاركة مهمة.